نروح لزميلنا محمود جميل اللي موجود حاليا في العريش عشان يطلعنا على الصورة عنده على آخر الأخبار. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك يا محمد وعلى ضيفكم الكريم. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقة لازالت الأوضاع في مدينة العريش ومعبر رفح يعني كما هي، لم تتغير فيما يتعلق بغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتوقف تام لدخول المساعدات بسبب طبعا القصف والاشتباكات المستمرة. لكن خليني أؤكد كمان تكملة لكلامكم على الجهود المصرية اللي مستمرة هنا في مدينة العريش أو في معبر رفح رغم كل الاشتباكات وحدة الصراع على الجانب الآخر، لكن مصر لسه مستعدة وبتجهز كمان عدد كبير من شاحنات المساعدات والأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية تحسبا لأي وقت هيتم دخول فيه المساعدات أو استقبال الجرحى والمصابين. فمصر مستعدة وبوابة معبر رفح من الجانب المصري لازالت تفتح أبوابها وكل العاملين موجودين على مدار اليوم داخل المعبر. لكن خلينا أقول لكم كمان على الجانب الآخر، لازالت الاشتباكات مستمرة ودايما في وقت متأخر بالليل بيكون الاشتباكات بشكل أعنف، بتكون القصف بشكل مستمر وبتكون كمان في استمرار للغارات الجوية. وكان آخرها صباح اليوم كان في غارتين جويتين في مدينة رفح الفلسطينية، وكان في طبعا يعني تبادل الاشتباكات وسقوط عدد من الجرحى والمصابين. ويمكن النهاردة تحديدا مع صباح اليوم كان في يعني بعض الأنباء من مدينة رفح الفلسطينية بمطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء بعض المخيمات زي مخيم الجنينة في مدينة رفح الفلسطينية ومخيم الشابورة. والنهاردة كمان كان في يعني قصف في شمال قطاع غزة أدى لسقوط 20 شهيد، تم طبعا نقل الجثامين لمستشفى الأقصى في دير البلح. وكمان النهاردة يعني تم استشهاد الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة. فطبعا في حدة صراع كبيرة جدا موجودة على الجانب الآخر، والاستمرار ده استمرار القصف كان موجود امبارح. ويمكن كان في تحذير شديد جدا طبعا من الكوارث سواء كانت الصحية أو الغذائية اللي بتنتج عن تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة بسبب غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني. يعني كل العالم عارف أهمية معبر رفح وهو شريان الحياة بالنسبة لدخول المساعدات. منظمة اليونيسيف حذرت تحذير شديد جدا من أن المخزون الغذائي هينتهي خلال الأيام القادمة بسبب توقف إمدادات المساعدات وعدم وصول الوقود كمان والمواد الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالأطفال. وكانوا بيحذروا من طبعا الخطر اللي هيلحق بالأطفال جراء عدم وصول المكملات الغذائية وأيضا المكملات العلاجية والألبان وكل المستلزمات المختلفة للأطفال. منظمة اليونيسيف كمان أكدت على أنه خلال الخمس أيام الماضية تم نزوح أكثر من 100,000 شخص في مدينة رفح الفلسطينية باتجاه مناطق أخرى. وكمان الأمين العام للأمم المتحدة أكد أنه يعني خلال الفترة دي في أكثر من 200,000 تم النزوح من مدينة رفح إلى شمال قطاع غزة، وشمال قطاع غزة هي منطقة مدمرة بالكامل. وكمان الاستهداف لشمال قطاع غزة مازال مستمر، فبالتالي في تضييق خناق كبير جدا اللي هو الفلسطينيين هيروحوا فين. في مدينة رفح بيتم قصفهم وفي شمال قطاع غزة أيضا بيتم قصفهم. كمان منظمة الأونروا أكدت أن يعني في استمرار للنزوح من مدينة رفح الفلسطينية بسبب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي وشن الغارات على مدينة رفح الفلسطينية. مصر كمان بتكثف الجهود الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى وقف إطلاق النار، وده اللي بتؤكده مصر في كل مناسبة. وكان آخرها طبعا الاتصال الهاتفي ما بين السفير سامح شكري ونظيره البريطاني والفرنسي بالأمس، وأكد على خطورة التصعيد في العملية العسكرية اللي مستمرة في مدينة رفح الفلسطينية وضرورة التفاوض السلمي والوصول إلى وقف إطلاق النار للوصول لهدنة يعني يكون خلالها في فتح للممرات والمعابر ودخول
المساعدات. دخول المساعدات هيفضل متوقف بسبب طبعا تبادل الاشتباكات على الناحية الشرقية، لأن الاشتباكات في مدينة رفح الفلسطينية مستمرة في رفح من الجانب الغربي، ودي المناطق السكنية اللي بيتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكمان المنطقة الشرقية القريبة من منفذ كرم أبو سالم. فهيكون صعب جدا أنه يتم فتح منفذ كرم أبو سالم وعبور المساعدات من خلاله والاشتباكات مستمرة والقصف مستمر، فده طبعا هيكون صعب جدا. فلابد من توقف إطلاق النار لمرور المساعدات لمدينة رفح الفلسطينية وأيضا لقطاع غزة بالكامل. مصر دائما كمان بتؤكد على فكرة رفض التهجير، ودي دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن رفض هذه الفكرة، وتحدث عنها أكثر من مرة في قمة القاهرة للسلام، وفي لقائه بالمستشار الألماني في أكتوبر الماضي، وكمان في ترأسه لمجلس الأمن القومي، وأخيرا خلال لقائه بأمير الكويت في القاهرة. فمصر دائما كانت تحذر من خطورة التصعيد على الجانب الآخر، وكمان بتطالب بضرورة وقف إطلاق النار يعني تهدأ الأوضاع داخل قطاع غزة ويتم دخول عدد من المساعدات. يعني احنا هنا عندنا عدد مساعدات كبير جدا سواء في مدينة العريش او في معبر رفح. خلينا اقول في معبر رفح والساحة الخارجية لمعبر رفح، احنا عندنا هنا ساحات كتير جدا فيها الاف الشاحنات. يعني لو بنتكلم بس على مدينة العريش احنا عندنا اكتر من ساحة واكتر من نقطة فيها عدد كبير من اصطفاف الشاحنات، وصولا بمدينة الشيخ زويد ووصولا بمعبر رفح. هختم بنقطة اخيرة، انه في 11000 مريض و جريح ومصاب على قوائم السفر. ال 11000 دول لم يسمح لأحد منهم بالسفر بسبب إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فده بيسبب خطر عليهم طبعا، وأنه يتم فقد عدد منهم بسبب عدم وجود المستلزمات الطبية وعدم وجود مستشفيات في قطاع غزة لعلاجهم. دي كانت الصورة من مدينة العريش ومعبر رفح. برجع لكم في الاستوديو مرة تاني جمانة ومحمد. زميل عزيز محمود جميل بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا على نقلك الصورة بهذه الدقة.